فكره ان لازم يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاث اضعاف الزياده السكانيه او النمو السكاني. وجهه النظر دي اعتقد بيتفق معك. مش وجهه نظر دي يعتبر نظريات اقتصاديه متعرف عليها. بيتفق معك فيها الدكتوره نيفين عبيد اللي موجوده معانا دلوقتي على الهاتف، مقرره لجنه القضيه السكانيه بالحوار الوطني. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح النور، يا مرحب، سعيده بسماع صوت النائب احمد عاشور واتمنى لكم يوم سعيد وان شاء الله خير، وصباح الخير يا مصر. يا رب، يعني احنا سعداء بوجود حضرتك طبعا معانا في حضره طبعاً. النائب احمد عاشور، لكن في البدايه عاوزين نعرف من حضرتك يا دكتور في الحقيقه اهميه طرح ملف زي ملف القضيه السكانيه والزياده السكانيه تحديدا في الحوار الوطني. صحيح، وسؤال جيد جدا كبدايه للنقاش. بالقطع احنا محتاجين نناقش القضيه السكانيه. نعم. حتى لو تنوعت المدارس حول تفسير الزياده السكانيه، لماذا الزياده السكانيه؟ مما لا شك فيه القضية السكانية قضية تنمية، هي قضية لب قضية التنمية. لو عايز تعمل تنمية كويسة للدول النامية اللي على غرار حالة مصر، لازم تفكر في السكان وفي تنوعهم وازاي تقدر تحولهم انهم يكونوا مفيدين في عملية التنمية وقاطرة ليها للأمام، مش معوق للتنمية يرد الدولة إلى الخلف. فالحقيقه انا بحيي الناس اللي فكرت ان يبقى القضيه السكانيه احد قضايا المحور المجتمعي، لان كمان القضيه السكانيه وعلى حسب يعني ده مداخله الشيخ النائب احمد عاشور، ان هي كمان ليها بعد اقتصادي واجتماعي. هي مش قضيه اجتماعيه واحد فقط كما يظن البعض، ان هي اشكاليه وعي منفصل او مستقل عن انك تقرا الصوره بشكل كامل. عايز تحالج الزياده السكانيه وتقلل من عددها، لازم تفكر في المخصصات الانفاق على التنميه، لازم تفكر في تكافؤ الفرص بين السكان والمناطق الجغرافيه المختلفه. وانا اعتقد ان احنا عندنا محاور جيده جدا للنقاش في الحوار، وطيب وتجب عدد من التفاصيل ان شاء الله. يعني سياده النائب احمد عاشور وانا نقدر ندير حوار بناء قادر على بناء توافق مع اطراف مختلفه مهتمه بالعمليه التنمويه في مصر والقضايا السكانيه. عندنا شغل حوالين تشخيص القضايا السكانيه، لان هناك تباين حول اسباب الزياده السكانيه. عندنا شغل حوالين ازاي ننمي الخصائص السكانيه، الخصائص السكانيه اللي هي ما يتعلق بالتعليم والصحه والعمل ومواجهه الازمه الاقتصاديه اللي بتمر بها البلاد. عندنا اشكاليه حوالين كمان تنظيم الاسره وتنميه الاسره، وهنا الموضوع مش بس في وسائل تنظيم الاسره وانما كمان في الفئات النوعيه اللي جوه الاسره. خليني اخد من كلام حضرتك دكتوره نيفين واتكلم مع حضرتك في خصائص القضايا السكانيه وخصائص السكان اللي موجوده في مصر. يمكن واحد من المداخل اللي كانت الناس بتتكلم فيها في فتره من الفترات انه احنا براحتنا نخلف زي ما احنا عايزين، دي قوه ممكن تكون بتضاف او دي قوه اقتصاديه لو تم استخدامها اعتقد، يعني بيدوا امثال بدول ذات كثافه سكانيه عاليه، بالرغم من ان الخصائص السكانيه للناس او لقاطني الدوله قد تكون بتختلف. اعتقد بتفرق جدا لما تبقى الخصائص السكانيه ضعيفه، الاطفال عندها تقزم او امراض سوء تغذيه او عدم وجود جينات قويه، يعني غير لما تبقى الامور ميسره للمواطنين اللي في الدول الاخرى. لو دخلنا من المدخل ده ووضحنا الفرق اللي ممكن يكون في الخصائص السكانيه، هل ده يقفل الباب شويه في الكلام بتاع انا من حقي اخلف زي ما انا عايز، انا براحتي، ده ممكن يساعدنا اكتر، انتوا اللي مش عارفين تتصرفوا ازاي؟ طب بصي يا استاذه منى، هو لو احنا بنشتغل على الحد من الزياده السكانيه بقالنا اكتر من 40 سنه على الاقل، يعني في الستينات في اهتمام بفكره الزياده السكانيه في مصر، شفت بحضرتك، واحنا عندنا نفس الخطاب بنسبه كبيره لا يتغير، يبقى اكيد احنا محتاجين نعيد الخطاب اللي بنوجهه له. لازم نسال انفسنا ليه الناس ما بتقتنعش بالرسائل اللي بتقدمها الدوله او الوزارات او الحكومات المختلفه؟ ليه بتحصل زياده سكانيه رغم ان عندنا جهود في التنميه او قادرين نقول ان احنا بنعمل؟ في جزء كبير من اسباب الزياده السكانيه، وده شيء لازم مهم ان احنا نطرحه بقوه. هو مسببات الفقر، المواطن والمواطنه المصريه، انت عندك ارتفاع في الزياده السكانيه مرتبط بارتفاع معدلات الفقر، بمعنى صحيح الصعيد يجيب عيال اكتر من الدلتا، الريف يجيب عيال اكتر من المدينه. اذا انت كل ما بتحسني
الاوضاع الاقتصاديه الاجتماعيه كل ما المواطن ممكن يكون بيقف قدام جنبك مش بيقف قدامك، يعني مش بيقاوم سياسات الدوله وانما بيستجيب بسياسات. انا سالت استاذه منى المذيعه المتعلمه اللبقه اللي عندها امكانيات وحظت بقدر من التعليم و و و، استاذه منى ممكن تجيبي كام عيل في المستقبل؟ هتقول لك مش هتزود عددي. هي عندها اثنين. لكن لو سالتي واحده في سن الاستاذه منى في اسيوط تحديدا، دكتور بس احنا الاعلى انجابا او في مصر، الفكره واصله جدا يا دكتور. حضرتك حضرتك هتميلي لكام عيل؟ هتقول لك هميل اتجوز ابن عمي من الاساس، صحيح، واخلف علشان الميراث ما يطلعش بره البيت. والحقيقه انا لا هقدر نعلم ولا ننسى عشان المسائل دي بتزيد علينا. دكتوره نفين، هي فكره حضرتك واصله، دكتوره نفين فكره حضرتك واصله، لكن لابد ان يكون هناك اجراءات، مش عاوز اقول اجراءات رادعه، لكن اذا تحدثنا عن فكره خلف كما تشاء ما عنديش اي مشكله، لكن انت اللي ملزم بتربيه هؤلاء الاطفال. حضرتك احنا ممكن صح، احنا مش من مصلحتنا نقول ان احنا هنقول اجراءات رابعه، هنسميها محفزات. محفزات محفزات ده حقيقي، لان انا ما ينفعش انت تخلف 10 عيال وزي ما بنشوف ويشتري رؤيتنا وكلامنا بدل ما يبقى شايف انه محل هجوم ومقاومه. صحيح. حفزات الايجابيه ممكن تكون حاجات كتير، اولا فرص عمل في اجهزه الدوله للاسر القصيره للاسر الصغيره. تمام؟ ممكن تكون مجانيه التعليم حقيقيه، خلي بالك انت فقدت اشياء كتيره مع الوقت، يعني ما تقدرش تقول ان التعليم الحكومي في مصر تعليم مجاني. لكن ممكن تقول انا مثلا هدي تعليم جامعي جيد للاسر الصغيره اللي تقدر تخلف اثنين بس. صحيح. هعمل نوع من تيسيرات الحصول على القروض ورياده الاعمال والدخول في حركه الاقتصاد المفتوح او الشمول المالي لو مع اسر، لو اديتني اسره صغيره. بحيث ان المواطن يرى ان هناك مصلحه، ما انت لازم تخلق له مصلحه يا استاذ. لو ملوش مصلحه في سياسات الدوله هيتحول لنقيضك، انما انت لازم تخليه طرف معاك في اللعبه. وده اللي بتفتقده مصر في احيان كثيره على فكره. وده دور حضراتكم، وعندنا يعني كلنا امال في ان شاء الله يعني يكون مخرجات هذا الحوار هي مخرجات جيده تنصب في مصلحه المواطن المصري اولا كي تحيا مصر بنا جميعا. بنشكر حضرتك الدكتوره نيفين عبيده، مقرر لجنه القضيه السكانيه بالحوار الوطني.